السلام عليكم. في واحد باشمهندس طلب مني مسألة على الجروب، هي سهلة ما فيهاش أي مشكلة يعني. كل فكرتها تفاضل وتكامل. هو في المسألة دي بيقول لك particle travels constant speed، جسم بيتحرك تمام، ومديك المعادلة بتاعته. لاحظ إن هنا بيقول لك المعادلة دي بالمتر، يعني ده position vector، دي كميات قياسية هتحولها انت كبوزيشن فيكتور زي ما كنت بتعمل في الاستاتيك ساعتها. فبتقول ان الار بوزيشن فيكتور نوعاً عايز العجله في الاخر بتساوي ديك الاكس يعني اي في بوزيشن فيكتور، والواي يعني جي، والزد يعني كي كبوزيشن فيكتور. فبتقول الاتي: 5 كوزين 2 تي اي زائد 5 ساين 2 تي جي زائد 3 تي كي. تمام ماشي. طبعا ما تنساش تعمل بوزيشن فيكتور كده عشان دي بتعبر عن بوزيشن فيكتور. جبت انت الدي ار، الار تفاضلها بالنسبه للزمن تجيب الفي. الفي السرعه بالنسبه للزمن، هو عايز العجلة، وانت عشان تجيب العجلة بتجيب الإزاحة. لو هو مديك معادلة سرعة بالنسبة للزمن تفضلها تجيب الإزاحة، تجيب العجلة. لو هو مديك معادلة سرعة بالنسبة للزمن تفضلها تجيب الإيه؟ العجلة. طب مش مديك السرعة، مديك الإزاحة، خلاص فاضل الإزاحة تجيب السرعة، فاضل السرعة تجيب العجلة. تمام؟ فالسرعة هنا هتساوي دي آر على دي تي. تمام، السرعة برضه كمان فيكتور بتساوي دي ار على دي تي. طيب الدي ار بالنسبة لدي تي فاضل بقى المعادلة دي، تيجي تفضلها تساوي ايه؟ كوزين تفضلها بسالب ساين، سالب ساين والزاوية زي ما هي، سالب ساين زاوية زي ما هي الاتنين دي، اي زي ما هي. طيب انت ما قانون التفاضل انك بتفاضل اول الزاويه، بعد كده بتفاضل ما بداخل الزاويه، ما بداخل الزاويه هو الاثنين، تفاضل 2 تي بتطرح من الاس واحد، بتنزل الاس يعني هنا اس واحد، دي اس واحد بتنزلها، يعني بتقول واحد في 2 تطرح من اس واحد، يعني دي اس واحد ناقص واحد يعني بيساوي 2 في تي اس صفر، ودي اس صفر بواحد فمبنكتبوش. يبقى تفاضل الاتنين تي بكام؟ باتنين، طلعها بره الايه؟ الكوس. وانا لاحظت ان الاتنين دي مضروبه في خمسه، في خمسه بره الكوس برضه ايه؟ فحطيتها يبقى في خمسه. بقى المقدار كله كام؟ سالب 10 ساين 2 تي. طيب نكمل زائد تفاضل الساين كوزين، وتفاضل ما بداخل القوس برضو 2، 2 في 5 ب10 يبقى 10، 10 تفاضل الساين كوزين، كوزين 2 الزاوية زائد تفاضل التلاتة تي، اتفقنا بدل التي لوحدها يبقى اخد اللي جنبها، يعني مفيهاش أس بقى، يعني مفيهاش باور، فإذا هتبقى تلاتة. ثلاثة كي. ممكن نكتبها بسرعة تاني، 10 كوزين 2 تي جي، هنا طبعا في اي زائد 3 كي. المعادلة اللي انت جبتها دي عبارة عن ايه؟ معادلة عن السرعة. انت كده جبت معادلة السرعة، انت مش عايز السرعة، انت عايز تجيب العجلة، يبقى تفاضل السرعة بالنسبة للزمن تجيب العجلة. يبقى A فيكتور تساوي dv على dt، فاضلها مرة تانية نفس الكلام، الاتنين اللي جوه اضربها في اللي بره يبقى سالب 20 تفاضل الزاوية ساين تبقى كوزين t في i. تمام
زائد نفس الكلام تفاضل تفاضل الكوزين هتبقى سالب ساين، يبقى سالب ساين 2 زي ما هي. بعد كده الاتنين تضربها بره في العشرة تبقى 20 دي بجي. طبعا تفاضل داتا بالنسبة للزمن تساوي صفر، تفاضل أي ثابت هو صفر. فالمعادلة النهائية هتساوي سالب 20 كوساين 2 تي اي ناقص 10 ساين تي. تمام. طبعا تفاضل كوساين 2 تي فاضل الكوزين، كوزين بسالب ساين، سالب ساين والاتنين تي زي ما هي، متشيلهاش لسه ما اشتغلناش. ماشي، يبقى أول حاجة تفاضل الكوزين سالب ساين والزاوية زي ما هي. بعد كده تفاضل ما بداخل القوس تفاضل اتنين تي هو اتنين، اتنين في عشرة بعشرين، يبقى سالب عشرين ساين اتنين تي. طبعا في السولوشن غلط، هتبقى غلط. تمام، لكن ده التفاضل الصح، تفاضل كوزين سالب ساين. عندك مثلا أي زاوية بقى، عندك مثلا تلاتة ساين اتنين تي عايز تفضلها بالنسبة للتي، بتفاضل الساين، تفاضل الساين كوزين اتنين تي وتضربه في تفاضل ما بداخل القوس، تفاضل الاتنين تي بكام؟ باتنين. ماشي، وتلاقيت إن في بره أساسا تلاتة اللي هي بتاع اللي هي موجودة في المعادلة أساسا، دي موجودة. طالما بره الزاوية تقدر تضربه، يعني بدل بره الزاوية تقدر تضرب ده في ده، يبقى تقول في الآخر ستة كوزين مثلا يعني. ولو وافق وافق، لو وافقت معاك أي مشكلة في التفاضل التكامل عندك موقع اسمه simplelab.com. أي مسألة أهي زي ما أنا حطيتها أهو، طلع التكامل أهو سالب 20 كوزين 2 ناقص 20 ساين 2 تي. وشكرا.